بمدينة وجدة حللنا، حيث لعدد من جمعيات المدينة وعي كبير بالأدوار المنوطة بهم في هذه الاستحقاقات، ثاني انتخابات تشريعية تجرى في البلاد بعد دستور 2011، أدوار تتوزع بين المراقبة والمتابعة ثم توعية المواطن بأهمية المشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع وتوعيته بأهمية اختيار ممثله المناسب والتصدي لشتى محاولات التلاعب بالأصوات. كاين عزوف كبير على انتخابات، على الناس انهم ما كيمشيوش لصناديق الاقتراع، وكاين منهم بزاف ديال المشاكل، وهنا كيجيو دور الجمعيات ودور المجتمع المدني في التأطير ديال الشباب، وفي انهم يحثوهم على انهم يمشيو لصناديق الاقتراع بدون ما انفلونسيو عليهم لجهه معينه. الدور ديال المجتمع ديال المدني هو واضح، خصو يختار ممثلين اكفاء، ممثلين ينمي الناس وينبه الناس ويوري للناس اللي ما يعرفوش، يختاروا مرشحين اكفاء اقوياء اذكياء باش يمثلونا احسن تمثيل. جمعيات لها انتظارات أيضا من هذه الانتخابات البرلمانية، انتظارات لأن تجري هذه الانتخابات في جو من الثقة، ثقة الناخب في ممثليه، وفي جو من تحمل مسؤولية الالتزام السياسي للمنتخب. الدور ديال الفعاليات المجتمع المدني في تأطير الشباب أولا، وفي التعبئة الحزبية والتعبئة من أجل الانتخابات. الدور ديالهم يعني الدور ديال الشباب هو اولا انه يكون ياخذ المشعل، سواء في التوجه للصناديق الاقتراعيه يوم 7 اكتوبر، وثانيا انه يكون على يعني في المكان المناسب اللي يكون عنده هذيك الصوره، كيشوف هذاك الناس اللي يكونوا اهل الثقه ديالو. فيما يظل رهان الجمعيات هو تعبئه النساء والشباب للمشاركه في هذا الاستحقاق في المدن كما في القرى. جمعيات المجتمع المدني تنشط وسط فئات اجتماعية متنوعة، هي مؤسسات تنوب عن المواطن في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، ولها دور في توفير الأجواء الديمقراطية لهذه الاستحقاقات. جمعيات ينتظر منها اليوم أن تؤطر المواطن دون أن تؤثر في اختياراته. رجاء فضلي وكمال غنيم، ميديان تيفي، وجدة.